السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم وجبه زوينه بزاف ما تشبعوش منها، غادي يحمقوا عليها الصغار والكبار في الدار. اذا مكونات بسيطه وكتحضر بسرعه واقتصاديه، والاهم انها لذيذه لذيذه بزاف، اللي ذاقها يعشقها. اذا نبداو على بركه الله بالطريقه باش غادي نحضرها، وفي نفس الوقت هانتوما غتشوفوا معايا المكونات. اذا اول حاجه غادي نحتاجو هي الدنجال، عندي هنا جوج دنجالات. اذا الا عندكم جوج دنجالات كبار فهما كافيين، والا عندكم صغار ممكن ديروا حتى لثلاثه ولا اربعه، يعني على حساب عدد الافراد اللي عندكم. اذا هنا فدرت جوج، بانوا لي قلال شويه، زدت وحده اخرى لان الدنجال هنا عندي صغير. اذا فدرت دنجال قطعته بحال هكذا شرائح بالطول. من بعد غادي ناخذ واحد المقيله وغادي نحط فيها الدنجال ديالي باش ينزل واحد شويه، عاد نعمرو. اذا درت غير واحد القطيره زويته، دهنت بها بحال هكذا المقيله الثقيله ولا اي مقلاه بغيتو، ولا دخلوه للفرن ولا المهم كيف ما بغيتو، غير الاهم انه يطيب لينا واحد شويه ينزل باش نعمروه. اذا هانتوما ان شاء الله غادي تشوفوا. فبهاد الوصفه ما يمكنش تقولوا لي ان الاطفال ما غاديش ياكلوا الدنجال ولا السردين، اذا فكل شيء ان شاء الله غادي ياكلوا وغادي يعجبهم، وهما غادي يبقاو يطلبوا انكم تعاودوه. اذا فهنا فاش حطيتو في المقيله كيف شفتوا راه غير واحد المعلقه صغيره ديال الزيت كفاتني، يعني دهنت بها لتحت، وهاداك شويه اللي بقى لاصق هكذا دهنت بها حتى الفوق. صافي، فها هو غير في دقائق قليله غادي يطيب، يعني غير شويه ونقلبوا ما نخليوش يتحرق لينا. وفي هاد الاثناء نمروا باش نكملوا بقيه المقادير. اذا هنا كيف كتشوفوا عندي جوج مطيشات، جوج حبات ديال الطماطم، هما باش غادي نوجد لاصوص. الا زدتوا الدنجال زيدوا حتى الكمية ديال المطيشة، هنا عندي مطيشات كبار يعني راه كافيين باش تجي لاصوص كثيرة شي شوية. القزبر ومعدنوس والثومة، درت 6 الحبات ديال الثومة غادي نقسمهم على زوج. إذا وفي نفس الوقت كنقلب الدنجال ديالي باش ما يتحرقش ليا. هانتوما كتشوفوا غير بسرعة يعني راه تحمر، المقلة خليتها حتى سخنات مزيان مزيان، عاد درت فيها الدنجال باش بسرعة كيطيب، كتكون سخونه يعني كتسهل علينا العمليه. صافي انا قلبتو غير واحد جوج دقائق ولا ثلاثه ونطفي عليه. اذا نمروا باش نكملوا الصلصه ديالنا. ف كيف كتشوفوا جبت هنايا السردين اللي نقيته وقديته مزيان ودرته هكذا باش نديرو كفته، ودرت معاه نص الكميه ديال القزبر ومعدنوس وثلاثه الحبات ديال الثومه، والنص الاخر الثومه خليتهم مع لاصوص. اذا دابا غندوزو للتتبيله. درت شويه الملحه، نص معلقه صغيره ديال الملحه، راس معلقه ديال الابزار، ما كنكثرش لان كتعجبني ندير الهريسه في الحوت، فدرت شويه الهريسه. هنا درت تحميره واحد تقريبا واحد الملعقه صغيره ممتلئه. التحميره شفتوا معايا اللون ديالها ماشي حمراء بزاف لانها بلديه، ولكن راه باين الفرق بينها وبين الخرقوم. شفتوا انا وريتكم دابا الخرقوم واخا ما درتوش غير باش تشوفوا اللون، ودرت شويه الكمون. صافي، وكنطحن كل هالمكونات مع بعضها، الكفته مع القزبر مع الثومه ولا طريه. صافي هي واجده عندي في لحظه. اذا طحنتهم في هذا الروبو هذا، ممكن طحنوهم فاش ما بغيتو، في طحان هاد المطيشه، في الميكسور، في الخلاط ديال العطريه اللي بغيتو. هنايا من بعد ما طحنتهم نسيت ما زدتش ليهم شويه ديال الروز مسلوق، اذا ممكن طحنوه معاهم، ممكن ديروه دابا وتخلطوه في كل الطرق اللي درتو كيجي زوين. اذا فالروز هنايا مسلوق تقريبا، درت واحد نص كويس ديال الروز سلقته، عطاني واحد الكميه، درت غير ثلاثه معالق كبار. اذا بالنسبه للسردين تقريبا واحد الكيلو ديال السردين، بعد ما تقريبا طبعا حيدنا له الراس ونمصيرناه وغسلناه وهذا الشيء، تقريبا راه كتبقى لنا غير واحد اكثر شويه من نص كيلو، شي 600 غرام ديال الكفته. اذا درت كيلو ديال السردين، بعد ما غسلته وحيدت منه كاع داك الشيء اللي غادي نحيدو باش نطحنو الكفته، فبقات لي هذه الكميه هذه. هانتوما كيف كتشوفوا كتخرج لي بهذه الطريقه ساهله مهله في لحظه، ها هي واجده. اذا دابا غادي نمروا للصلصه ديالتنا باش نوجدوها، حتى هي في لحظه غادي نحط هكذا القزبر ومعدنوس والثومه ومطيشه، ما كنحيدش لا نهائيا القشره، كنحيد لا غير هاد النباته اللي الفوق، ما كنحيدش لا الزريعه لا القشره لا حتى شي حاجه، فكتجي زوينه رائعه ولذيذه، والاهم انها محتفظه بجميع العناصر الغذائيه ديالها، فقط غير نغسلوها مزيان لا تكون هكذا مداويه ولا، يعني باش نحيدوا الاضرار اللي كاينه في القشره. نفس التتبيله اللي درت في الاول عاود درتها نفس الكميه، درت الملحه، درت راس معلقه ديال الابزار، ودرت تحميره وشويه الكمون.
صافي. فغادي نطحن هاد المكونات حتى هي مع بعضها، ما كنزيد لا ملح حتى شي حاجه غير الماء ديال المطيشه، فكيطحن ليا. اذا بالنسبه لهذا الروبو راه كنت خديته غير رخيص وصدق ليا زوين بزاف، كنطحن فيه كل شيء، اي حاجه كاينه في الدار فكيطحن هاليا، يعني هناني من كل شيء. يعني كنصحكم بيه، راهم رخاص وزوينين بزاف. اذا ها هي لاصوص ديالي واجده. وبالنسبه اللي ما عندوش فهاد الصلصه ممكن انه يطحنها غير في الميكسور اللي كنديروا فيه العصير، الخلاط ديال العصير، كتشوفوا معايا في القناه بزاف المرات كنطحن فيه، يعني فاش كيكون هو اللي قريب ليا فكنطحن فيه. اذا الصلصه نحطوها هكذا في شي طويجين ولا مقيله، ونحطوا عليها واحد شويه ديال الزويته، واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون. اللي كيبغي اللي دام شي شويه ممكن يحتاج جوج معالق، فكتعرفوا ان زيت الزيتون صحي وكينسم الماكله، يعني ما فيه حتى شي اضرار. اذا درت واحد الملعقه كبيره ديال زيت الزيتون، وحطيت لاصوص طيب فوق البوطه. هنا دزنا لذاك الدنجال من بعد ما طاب لينا، ها نتوما كتشوفوا، فكنكور الكفته غير هكذا، يعني ما كتاخذش مني نهائيا لا وقت ولا مجهود، غير كندير هكذا بين صباعاتي وكنحطها في الوسط وكنلوي هذا الحبه ديال الدنجال. دابا دزنا الصلصه، لقينا انها طابت كيف شفتوا معايا، فزت عليها واحد شويه الماء، ديروا اللي بغيتوا واحد نص كويس حتى الكاس. اللي غادي يطيبها في الطويجين ولا غادي ينقص عليها بحالي، يعني كاين عنده الوقت، فغير نص كويس كافي، وتنقصوا النار على مهلها وتخليوه يطيب. واللي بغاه بسرعه فيديروه في مقله عاديه بحال كيف كنطيبوا الحوت لومليت كل شيء، يعني يديروه في مقيله عاديه. وممكن انكم ديروا النار متوسطه وتكثروا شويه الماء، يعني ديروا كاس ديال الماء صافي. ومن بعد ما يغلى هذاك الماء مع لاصوص فنرتبوا هكذا الدنجال ديالنا قطع هكذا، ترتبوها بالشكل اللي بغيتوا. ممكن تنسموها بشويه ديال حبه موسى وريقه سيدنا موسى، ولا شويه الزعتر تحكوه هكذا في يديكم ديروه فوق. زينت هكذا بشويه الحامض ودرت فليفله وكنغطيو عليه ونخليه يطيب على مهلو. اذا الا الصلصه هكذا طلعت راه غادي تغطيه لكم، الا ما تغطاش هكذا هزوه بالمعلقه ديك الصلصه وغطيو بها الدنجال باش يتشرب حتى من الفوق ويجي لذيذ من التحت ومن الفوق. فصافي ما كياخذش نهائيا الوقت، لان ما فيه حتى شي حاجه اللي غادي تشد لنا الطياب. فالدنجال كيف شفتوا راه اصلا طايب، والكفته ما كتاخذش الوقت، الكفته راه غير 10 دقائق كافيه انها طيب. انا هنا درتو على نار مهيله وخليت الطويجين ديالي طيب. ممكن ديروه في الطاجين اللي بغيتو، الطاجين ديال الطين فكيجي فيه زوين بزاف لذيذ ورائع. اذا المهم هي التقنيه كيفاش غادي نطيبو بهاد الخلطه وبهاد الوصفه، يعني بهاد المكونات. اذا ها نتوما كتشوفوا، هيا من بعد ما قسمت لكم وحيده شوفوا من الداخل كي كيجي، فكيجي رائع وزوين بزاف بزاف لذيذ، ما تشبعوش منه. اذا هذا هو الشكل ديالو، ها نتوما غادي تشوفوا. الا بغيتوا تقدموه هكذا في صحون فرديه، يعني تعطيو وليداتكم، ولا ممكن هكذا تاخذوا في صحن قطع وتحطوها وتحطوا معاها الصلصه وتقدموها كيف غادي تشوفوا. انا غنحط للدراري هكذا في طبيسلات، وممكن تقدموها هكذا جماعه فكيجي ايضا زوين ورائع. بالنسبه للمريقه اللي كيبغي هكذا يغمس يخلي فيه شي شويه، يعني يطفيق من ما ينشف كامل. واللي كيبغي ناشف هكذا بحال الكغاطان ممكن انه يخليه حتى ينشف غير ما يتحرقش، يعني نقصوا عليه وتهزوه وتقدموه ناشف وزوين. ممكن اللي بغى يجي ملصق كامل بحال الكغاطان عوض ما يدير الفلفله، ما يديرش فلفله والحامض، ويرش الفوق الفروماج، يعني يديروه في مقيله حتى يقرب ينشف، ورشوا عليه من الفوق فروماج الاحمر ولا الموتزاريلا ولا اي حاجه بغيتو، وغطيو عليه حتى يولي ملصق مع بعضه، وتبقاو هكذا تهزوها بحال الكغاطان. ها نتوما كتشوفوا انا حطيتو الدراري بحال هكذا، فعجبهم بزاف بزاف، جا رائع وزوين كيحمق، يعني حتى اللي ما كياكلش الدنجال ما كيعجبوش هكذا الخضره، فكلشي ان شاء الله غيجي زوين بلاصوص بالدنجال بالكفيته، كيجي بحال هكذا بهذا الشكل هذا. اذا هذه وصفتنا اليوم، نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم، والى عجباتكم ما تنساوش كيف العاده دعموا القناه وتخليو لنا الاعجاب ديالكم، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش توصلوا ان شاء الله الفيديو لاكبر عدد من المشاهدات ومن اللايكات. شكرا جزيلا على وفائكم، دمتم في امان الله، السلام عليكم.